يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا فعلان مشتقان من الصبر، حث عليهما المولى عز وجل في آية بينة من سورة آل عمران، لما فيهما من تربية للنفس وتزكية لها وتثبيت على الحق والبر والتقوى. الصبر يكون في طاعة الله، والمصابرة تكون في الاستعانة بالله. ويقال: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء. عرفه أبو بكر بن الأنباري بقوله: إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم. وأما صابروا فمن المصابرة، الإصرار على الصبر والتحمل ومجاهدة المؤمن نفسه مجاهدة لا تنقطع. وفي تفسير ابن القيم: المصابرة مقاومة الخصم في ميدان الصبر. أي التشبث بالصبر والثبات عليه رغم دوام الفتن والبلايا، أي إنها درجة أعلى من الصبر في الثبات والصمود. وقيل إن الآية نزلت لتثبت المسلمين على الصبر في مواجهة أعدائهم من أهل مكة من المشركين. وللمصابرة صور عديدة، منها المثابرة في إنجاز كل عمل فيه خير لك ولغيرك في دنياك وأخراك رغم التعب والنصب إرضاء لله عز وجل. وفي هذا يلتقي معنى الاصطبار مع المصابرة لقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمصابرة والاصطبار إصرار ومثابرة وثبات، وتشبث بحبل الله الذي لا ينقطع رغم طول أمد الصبر، ثقة في الله وأملا في ثوابه الموعود.